هل كل السنان اللي بتعملها علاج عصب محتاجة تركيبات؟ في معظم الحالات بتبقى محتاجة تركيبات، انما في حالات تانية كتيرة جدا بنبقى حاشين عصب وبيبقى الفتحة مش كبيرة فبنحط حشو نهائي ومش مضطرين ان احنا نعملها تركيبات. وهي الفكرة في التركيبات ان السنة بعد ما بتعملها علاج عصب بتفقد التغذية بتاعتها وبالتالي بتبقى ضعيفة، وبتبقى بنشبهها بورق الشجر اللي بيفقد المية وبتبقى قابلة للكسر، فعشان كده بنضطر ان احنا نحميها بالتركيبات. انما في حالات كتيره جدا بتبقى الفتحه مش كبيره ودي بيقررها الدكتور الطبيب اللي شغال، وساعتها بنحط حشو نهائي فقط لا غير.